وصفة العيش بالثوم والجبنة سهلة جدا. هنحتاج 8 معلق زبدة وعليهم 8 فصوص ثوم مهروسين ومعلقتين بقدونس متخرطين وشوية ملح وفلفل وهنهرسهم كويس قوي. بنجيب بعد كده عيش باجيت أو فينو متقطع قطع كبيرة وعلى كل حتة هنحط شوية من خليط الزبدة. وفوقيهم شوية جبنة موتزاريلا. وهندخل الصينية الفرن لمدة 10 دقائق على درجة 200 لحد ما الوش يحمر. وبألف هنا وشفا.